<applause> إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم وكما ما زلتم تشاهدون أمامكم على يسار الشاشة في هذه المشاهد الرائعة صراحة من مدينة مراكش تحديدا من مطار مراكش تدفق غير مسبوق للسائحين على المدينه للسائحين الاجانب ولعل هذا السنه سوف نحقق رقم قياسي جديد في اعداد السائحين الذين ياتون الى المغرب لكن طبيعه الحال هناك مساله اخرى تحتاج للنقاش وهي المطار ديال مدينة مراكش يحتاج إما للتوسيع ويا إما بناء مطار جديد في المدينة حتى يتم استيعاب هذا الحجم الكبير الكبير والضخم من آه السائحين وخصوصا وأننا نترقب تنظيم كأس إفريقيا في المغرب كأس العالم في المغرب وتظاهرات رياضية ومحافل رياضية كبرى غادي تنظم هنا في المغرب فبالتالي المدينة أصبح من الضروري أن يتم توسيع المطار فيها أو يتم بناء مطار جديد فيها، وانا حسب ظني، حسب اعتقادي، حسب رايي، من الممكن جدا ان يتم بناء مطار جديد لكن يتم اعتباره مطار عسكري. يتم اعتباره مطار عسكري لكي يتم نقل المدرسه الملكيه الجويه الموجوده في في يعني قرب مطار المدني يعني يعني المطار ديال مراكش معروف هو إلى قسمين مطار مدني ومطار عسكري جزء مدني وجزء عسكري والجزء العسكري يكون فيه المدرسة الملكية الجوية حسب رأيي أنه يتم بناء مطار جديد يكون خارج المدينة يتم فيه نقل المدرسة الملكية الجوية والشق العسكري ديال المطار ثم في هذا الشق العسكري ديال المطار اللي كان سابقا يتم فيه توسيع المطار الحالي ويتم بناء يعني يعني ترمينال جديد للمطار الحالي في مدينه مراكش وبالتالي يتم استيعاب اعداد اضافيه واعداد اكبر من السائحين الذين يلجون الى المغرب لان هذه المساله ما هي الا بدايه، انا اراها ما هي الا بدايه، علاش؟ لان هناك العديد من العوامل اللي غادي المغرب قبله لكل السياح من مختلف دول العالم غادي يختاروا المغرب انهم يجيو يقضيو فيها سواء العطله الصيفيه سواء العطله الربيعيه سواء العطله الخريفيه سواء يعني كل 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 سائح هو الوقت اللي غادي يختار باش انه يجي للمغرب. فالقضيه انا متابعينا الكرام هي متعلقه بعده عوامل، العامل الاول انا كما قلتها في وقتها الاسم ديال المغرب اصبح متداول عالميا منذ كأس العالم ديال قطر وأنا ذا قلت لكم بأن ما حققه المنتخب المغربي ليس فقط سينعكس المنتخب المغربي وإنما كذلك على الاقتصاد الوطني عن طريق الترويج للمغرب ليس فقط في قطاع السياحة وإنما كذلك في قطاع الاستثمار في قطاع الأعمال في قطاع الاقتصاد بصفة عامة وهذا ما حصل هذا ما حصل منذ ذلك الحين واسم المغرب أصبح متداول عالميا كذلك جاء زلزال الحوز وأنظار العالم كلها سلطت على المغرب وطبيعه الحال كانت هناك فاجعه وكان هناك الم وكان هناك ضحايا لكن العالم راى تماسك المغاربه وتضامن المغاربه فيما بينهم وكلنا شفنا تلك المشاهد الرائعه ديال التضامن المغربي تضامن الامه المغربيه من اجل نجده يعني الاهل ديالنا في زلزال الحوز ثم هذه المسألة أعطى نظرة إيجابية أخرى على المغرب ثم بعد ذلك بطبيعة الحال تنظيم المغرب لكأس العالم أعطى, أعطى, مجددا للمغرب إشعاع أكبر على المستوى العالمي هذا الشيء اللي غادي يخلي الناس من مختلف دول العالم غادي يبغيو يجوا المغرب يكتشفوا المغرب يشوفوا الحضارة والتاريخ والتراث ديال المغرب وهذا ما يحصل اليوم ونحن بطبيعة الحال أو السلطات المغربية والمسؤولين والحكومة وما إلى ذلك يجب أن يكونوا على آآ يعني آآ قلب الحدث ويجب أن يكون على استعداد تام باش أنهم يزيدوا يستثمروا في البنية التحتية يزيدوا سواء المطار ديال مراكش ولا دي مدن أخرى اللي غادي تكون قبلة للعديد من من من, من السياح لعدد ضخم وكبير جدا من السياح اللي يقصدوا المغرب سواء اللي المشاركه في المحافل الرياضيه الكبرى اللي غادي تنظم في المغرب سواء كذلك الاكتشاف المغرب واكتشاف الحضاره المغربيه فهذا المشهد اللي شفناه متابعينا الكرام اللي, زي... اللي ما زلنا امامنا على يسار الشاشه هو في حقيقه الامر مشهد رائع جدا كما قلت لكم هذه السنه ان شاء الله رقم قياسي جديد في قطاع آه السياحه وهذا المنظر اربطه مع آه منظر صراحه كان محزنا في في ج... اثناء جائحه كورونا كنت اتواجد في مدينه مراكش اثناء جائحه كورونا وكانت خاليه تماما من اي اثر للسياح وكما تعلمون فان العديد من الشغالين المغاربه يشتغلون في قطاع السياحه وان ذا كان منظرا محزنا في حقيقه الامر ان نرى مدينه مراكش كئيبه اثناء الجائحه ديال كورونا خاليه أه لا طير فيها يطير ولا أه اي شيء يعني يعني الطبيعه مدينه مراكش هي ان تكون يكون فيها رواج وتكون فيها حركه ويكون فيها أه تدفق للسياح لكن أه سبحان الله كيف تغيرت الامور ونرى اليوم هذا المشهد الرائع ديال تدفق السياح نحو المدينة مدينة مراكش وبكل تأكيد هذه المسألة لن تنطبق فقط على مدينة مراكش وإنما على مدن أخرى في المغرب من الشمال إلى الجنوب وهنا شيء آخر وهو على الحكومة وعلى السلطات أنها تروج بشكل أكبر كذلك للسياحة في الأقاليم الجنوبية المغربية خصوصا مدينتي العيون أو الداخلة أو أسمارة أو مناطق أخرى وهنا هنا نصل إلى منطق آخر وهو تأهيل منطقة القويرة لتصبح منطقة سياحية شأنها شأن مدينة الداخلة منطقة الجويرة هي منطقة رائعة جدا جاءت في موقع رائع جدا وبالتالي وجب أن نقوم يعني بتأهيلها في المستقبل سواء بناء ميناء أو بناء منشأة سياحية أو قرية سياحية في منطقة القويرة حتى هي تشارك في يعني الترويج للسياحة في المغرب وأعتقد أننا سوف نصل لهذه المرحلة عاجلاً أم آجلا نقطة أخرى متابعينا الكرام حسب المعلومات التي توصلت بها من قلب الحدث من مدينة مراكش لهذه المشاهد هاد المشاهد تم تصويرهم خلال اليومين الماضيين فإن السلطات الأمنية المغربية تقوم بمجهود جبار جدا وتشدد المراقبه واجراءات التفتيش على كل العابرين وكل الواصلين في مدينه مراكش وبهذه المناسبه طبعاً الحال نوجه تحية الخالصه لكل السلطات الامنيه المغربيه لان طبعاً الحال هذا الحجم من التدفق ديال السياح راه يمكن يجي معهم مخربين يجي معهم ارهابيين يجي معهم مساخه الوالدين اللي هوك فبالتالي انا على يقين ان السلطات الامنيه المغربيه كما وصلتني من معلومات على يقظه تامه وعلى وعي تام بهذه المسائل وهي تقوم بدورها على اكمل وجه فتحيه خالصه للسلطات المغربيه اذا متابعينا الكرام المغرب مقبل على احداث تاريخيه مقبل على محافل تاريخيه غادي تنظم هنا في المغرب فبالتالي نتوقع على اننا نشوف المزيد والمزيد من هذه المشاهد، فبالتالي يجب ان نكون على استعداد من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه المطارات، من ناحيه الفنادق، من ناحيه مجموعه من الامور اللي بطبيعه الحال غادي تساهم في الاقتصاد الوطني، آه كل يعني الاطياف ديال المغاربه غادي يخدموا، غادي يشتغلوا آه يعني كل شيء غادي يستافد من هذا القطاع، قطاع السياحه وقطاع يعني المحافل الاخرى اللي غادي في المغرب، وبطبيعه الحال هذا جزء من آه الفوائد ديال والامن والامان الذي ينعم به المغرب متابعينا الكرام اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل